دلوقتي هنروح لاخبار النادي الاهلي فرق المختلفه والانشطه كمان، ورسلتنا العزيزه جدا موجوده هي دلوقتي فرع النادي الاهلي مدينه نصر بقى استعدادا للافتتاح زي ما كنا بنقول لحضراتكم الساعه 5 ان شاء الله. هنا صباح الخير عليكي، وقبل اي حاجه طبعا يعني انقلي لنا الصوره دلوقتي في النادي فرع مدينه نصر والاستعدادات بقى للافتتاح، والاعضاء مبسوطين بهذا الحدث ولا لا؟ لو في حوارات دارت ما بينكم معلش برضو اطلعيني على حاله الطقس عندك، احنا عرضناها ولكن برضو خلينا نعرف منك الجو اخباره ايه، الشمسه شديده ولا لا، الحاله المروريه، يعني ادينا كده نظره شامله يا هنا. اتفضلي يا هنا. يا صباح الخير عليكم يا نهواندو يا كريم وعلى كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. يوم جديد و10 الصبح في الاهلي، وزي ما انت قلت يا نهواند فقره اخبار النادي النهارده هتكون من فرع مدينه نصر، واللي بيشهد الحدث الاكبر لليوم وهو افتتاح جراج النادي زي ما انت قلتي برضو يا نهواند في تمام الخامسه مساء. يعني خليني اقول لك ان الاعضاء الحقيقه سعداء جدا بهذه الخطوه، هو كان مطلب جماهيري طبعا وهيحل ازمه كبيره جدا داخل فرع مدينه نصر كله في انتظار الافتتاح في تمام الخامسة مساء. طبعا هيكون بوجود رئيس النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب، دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأيضا محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال. خليني أنا هوانت أقولك يمكن ما فيش الحقيقة تواجد الأعضاء بشكل كبير لسه إحنا في الصباح الباكر، لكن عددهم بتزيد على مدار اليوم، خصوصا طبعا أن النهاردة هيكون في حدث مهم. يعني إن شاء الله في خلال الساعات القادمة الأعضاء هيبدأوا يتواجدوا في فرع مدينة نصر بشكل أكبر. خلونا بقى دلوقتي نبدأ فقرة أخبار النادي ونبدأ بالفريق الأول لكرة القدم. النهاردة طبعا هيستأنف الفريق الراحة السلبية اللي كان منحها الجهاز الفني بقيادة مستر بيتسو موسيماني على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الأحد القادم 5 سبتمبر. واستكمالا للحديث عن كرة القدم، ناشئين 2001 النهاردة هيكون عندهم مباراة ودية أمام فريق بروسيا، طبعا ده أحد فرق الدرجة الرابعة استعدادا بقى للموسم الجديد. وخليني انا هوندا اقول لك انه الفريق بيلعب سلسله من المباريات الوديه، يعني كان لعب مباراه في الاسبوع الماضي امام النصر للتصدير وقدر شباب الاهلي يفوز بنتيجه 5-1. ايضا هيكون عندهم مباراه وديه يوم الخميس القادم هتكون امام الفريق الاول للنصر السكندري، وزي ما قلت لك طبعا ده ضمن خطه الاستعدادات للموسم الجديد. يعني الحقيقه كل الفرق بتستعد بشكل كبير جدا وعندهم هدف واحد هو تحقيق جميع البطولات في الموسم الجديد. خلونا بقى نروح دلوقتي للالعاب الاخرى ونبدا بكره اليد. رجال كره اليد طبعا عندهم النهارده مباراه ربع نهائي بطوله كاس الكؤوس، هيواجهوا بطل السنغال فريق ASFA في تمام الواحده ظهرا. طبعا المباراه بتقام في مدينه المغرب، وبنتمنى طبعا لفريقنا كل التوفيق. خلوني اقول لكم انه الحقيقه الفريق عامل اداء كبير جدا من بدايه بطولة، يعني خليني أذكر الجماهير بجميع النتائج. واجهوا في البداية فريق سكوتو ريما النيجيري، قدروا يفوزوا بنتيجة 46-26، ثم واجهوا فريق راد ستار الإيفواري وقدروا يفوزوا بنتيجة 45-26، وأخيرا قدروا يفوزوا على فريق فاب الكاميروني بنتيجة 48-23 ليتأهلوا للربع النهائي بالعلامة الكاملة. إن شاء الله النهاردة أيضا هيفوزوا على بطل السنغال، يعني بتمنى لهم كل التوفيق مرة تانية. ده فيما يخص اخبار الفرق الرياضيه. خلوني كمان انقل لكم اخبار انشطه اللجان. لجنه الطفل طبعا تحت اشراف اللجنه العليا للجان بالتعاون مع الاداره التنفيذيه بتعلن عن مهرجان تعريفي برياضه الملاحه الرياضيه. المهرجان طبعا هيكون تحت رعايه الاتحاد النوعي للملاحه الرياضيه التابعه لوزاره الشباب والرياضه. هيكون في اربع فعاليات للمهرجان. الفعاليه الاولى هتكون مهرجان تعريفي اول، هيكون يوم الجمعه 3/9 بمقر النادي الأهلي بالجزيرة. المهرجان التعريفي الثاني هيكون يوم الجمعة 10/9 بفرع الشيخ زايد، والمهرجان التعريفي الثالث هيكون يوم الجمعة 17/9 هنا بفرع مدينة نصر. بعد كده هتكون فعاليات البطولة الأولى للنادي الأهلي وهتبدأ في يوم 24/9. يعني الحقيقة أن الرياضة دي بتمارس لجميع الأعمار السنية بداية من 7 سنوات، وهيكون بمعدل من 15 ل 20 أسرة
مباشره في كل فرع. يا ريت كل الاعضاء اللي حابين يشاركوا في هذه النشاط يتوجهوا لاداره العلاقات العامه في 3 فروع النادي. طبعا هيكون يوم مميز جدا، وهيتم تسليم ميداليات تذكاريه للاطفال وشهادات تقدير لكل الاسر. يعني زي ما قلت هيكون يوم مميز جدا، زي الحقيقه ما لجنه الطفل بجانب جميع اللجان داخل النادي الاهلي معودنا دايما. يعني دي انا هوندو يا كريم كانت ابرز الاخبار من داخل فرع النادي الاهلي بمدينه نصر. العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. شكرا ليكي جدا زميلتنا العزيزه هنا ابو القاسم على هذه التغطيه الاكثر من رائعه، وخليكي بقى موجوده، احنا احتمال نيجي ان شاء الله، هنحاول نكون موجودين يعني في هذا الافتتاح العظيم. شكرا ليكي يا هنا.